أبدأ بقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلبة شعير ما فعلت. من كان بهذا الورع أهل لأن يكون إماما، وحري بالمؤمنين جميعا أن يوالوه. السادة الأفاضل، المشايخ الكرام، الباحثون الأفاضل، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ومن عنده علم الكتاب، جزء مقتطع من الآية الشريفة 43 من سورة الرعد، ويقول الذين، من قوله تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. حقيقة ارتأيت أن أدرس هذا المقطع من الآية الشريفة، لأن ثمة خلافا بين المفسرين في من تنطبق عليه هذه الصفة. وحين البحث في كتب التفسير وجدت آراء مختلفة للمفسرين في هذه المسألة، فقد وقعوا في اختلاف ليس في من عنده علم الكتاب فقط، وإنما اختلفوا في الذين كفروا، واختلفوا في معنى الكتاب الوارد في الآية الشريفة، واختلفوا كذلك في من عنده علم الكتاب. وسأمر على هذه المسائل تباعا. أول مسألة: أنهم اختلفوا في الذين كفروا على ثلاثة آراء. الرأي الأول أنهم مشركوا مكة، والرأي الثاني أنهم اليهود والنصارى، والرأي الثالث أنهم رؤساء اليهود أمثال كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب وسائر اليهود. كذلك اختلفوا في الكتاب، ومن عنده علم الكتاب، أي كتاب يقصد الله سبحانه وتعالى في قرآنه. كلام المفسرين قالوا إن المراد بالكتاب هو القرآن الكريم، ومنهم من قال إن المراد هو اللوح المحفوظ، ومنهم من قال إن المراد به التوراة، ومنهم من قال إن المراد به التوراة والإنجيل معا. حقيقة هذه الآية أو هذا المقطع من الآية قرأ قراءات متعددة، في جانب القراءات القرآنية قرأ قراءات متعددة، ولعل، يعني أكاد أجزم، لعل بعضا من هذه القراءات إنما قرأت بالطريقة الفلانية لحرف أن يكون من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمنهم من قرأ: ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أي ومن عند الله علم الكتاب، فيكون هنا الشهيد الوحيد على أن النبي مرسل من الله هو الله سبحانه وتعالى، وليس ثمة شهيد آخر معه. قراءة أخرى: ومن عنده علم الكتاب، وهنا الواو تكون استئنافية أيضا، والمعنى يكون قريبا من معنى الأول. قراءة ثالثة في هذه المسألة: ومن عنده علم الكتاب، هاي وحدة، وعلم الكتاب هاي قلناها، وعلم الكتاب هذه أيضا، وعندنا ومن عنده علم الكتاب التي هي مستعملة الآن. وثمة فرق حقيقة في المعنى المترتب من هذه القراءات. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، هنا يكون من عنده علم الكتاب معطوفا على الله سبحانه وتعالى، أي أن ثمة شخصين عفوا أو اثنين يكونان شهيدين على أن الرسول مرسل، أو على أن محمدا صلى الله عليه وآله مرسل، هم الله
من عنده علم الكتاب. أما على طريقة القراءة الثانية فتكون المسألة محصورة بالله سبحانه وتعالى. مسألة من عنده علم الكتاب حقيقة اختلف المفسرون فيها على 12 رأيا. كنا نسمع يعني عن إجماع المفسرين على أن من عنده علم الكتاب هو أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن الذي يبحث في كتب التفسير يجد أنهم اختلفوا في تشخيص من عنده علم الكتاب على 12 رأيا. أول هذه الآراء يعني عند المفسرين، لا عند مفسري الشيعة، هو عبد الله بن سلام. طبعا ثمة رواية تروى عن ابن أخيه، وثمة رواية أخرى تروى عنه يقول فيها: أنزل في قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. ويروي ابن أخيه عنه يقول: نزلت في كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، إلى آخره. وهذه المسألة حقيقة مردودة من التابعين الأوائل، إذ سئل ابن جبير عبد الله بن جبير عن قوله: ومن عنده علم الكتاب أهو عبد الله بن سلام؟ قال: كيف يكون عبد الله بن سلام والسورة مكية، وابن سلام إنما أسلم بالمدينة، أي إن السورة نزلت في مكة وهذا الرجل أسلم وين؟ في المدينة. فالمسألة لا يمكن أن تنطبق عليه، أو الآية لا يمكن أن تنطبق عليه. عندنا رواية أخرى لتفنيد ما قيل في عبد الله بن سلام عن عبد الله بن عطاء، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: هذا ابن عبد الله بن سلام يزعم أن أباه الذي يقول الله فيه قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قال: كذب، هو علي ابن أبي طالب. طبعا ثمة كلام كثير في هذه المسألة من الآراء التي قيلت في من عنده علم الكتاب. قالوا: الله سبحانه وتعالى، وهذه طبعا الذي يقول الله، دكتور إن شاء الله ثلاث دقائق، الذي يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي عنده علم الكتاب يذهب يعني أو يؤيد كلامه بالقراءة التي تقول: ومن عنده علم الكتاب، أو علم الكتاب، أو علم الكتاب. يعني هذه القراءة تكون داعمة لهذا الرأي. رأي ثالث يقول: مجموعة منهم عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري. رأي رابع يقول: أهل الكتاب من اليهود والنصارى. رأي خامس يقول: رجل من الإنس. من هذا الرجل؟ ما صفاته؟ لم تحدد هذه المسألة. رأي آخر يقول: أناس من أهل الكتاب. رأي آخر قال: إنه جبريل. رأي آخر قال: المؤمنون. رأي آخر قال: ابن يامين. ورأي آخر، وهذا عجيب حقيقة وغريب أيضا، قال: جني معروف. ما هذا الجني؟ ما نعرف. ورأي موجود في روايات أهل البيت سلام الله عليهم، قال: أئمة أهل البيت صلاة الله السلام عليهم، أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. يعني كلهم عندهم علم الكتاب، وعلي أولهم، علي أفضلهم، علي سيدهم، وهكذا أبوهم. وعندنا الرأي الثاني عشر قال: إن الذي عنده علم الكتاب هو الإمام علي عليه السلام. وعندنا روايات كثيرة حقيقة، وهذه الروايات أكثر من أن تعد وتحصى، ومروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مروية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، مروية عن أهل البيت سلام الله عليه. من ذلك روي عن رسول الله والإمام علي، زين، ما نقله صاحب تفسير الثقلين عن أبي سعيد الخدري قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن قول الله جل ثناؤه، يعني عن الذي عنده علم الكتاب، قال: ذاك وصي أخي، هاي علم من الكتاب، وصي أخي سليمان بن داود. فقلت له: يا رسول الله، فقول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، قال: ذاك أخي علي بن أبي طالب. عن سلمان الفارسي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، تسمو قلت ثلاثة اعطيتني وحدة بعد اثنين، بس وحدة بعد سيد. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: أنا هو الذي عنده علم الكتاب.
طبعا سليم بن قيس يقول سأل رجل علي بن أبي طالب عليه السلام فقال وأنا أسمع، أخبرني بأفضل منقبة لك. قال عليه السلام ما أنزل الله في كتابه. قال وما أنزل فيه؟ قال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ أنا الشاهد من رسول الله. وقوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب إياي عنا، والكلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه، إياي عنا بمن عنده علم الكتاب. حقيقة ثمة روايات كثيرة عن الإمام الباقر عن الإمام الصادق، والوقت لا يسع لذكرها. ثمة بحث أو في نهاية البحث تكلمت على أعلمية الإمام علي عليه السلام بالقرآن الكريم، وعندنا روايات منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، ويقول أيضا علي يعلم الناس بعدي من تأويل القرآن ما لا يعلمون. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال معاشر الناس هذا علي أخي ووصيي وواعي علمي وخليفتي في أمتي على من آمن بي، ألا إن تنزيل القرآن علي وتفسيره بعدي عليه. شكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. شكرا لك جناب الأستاذ الدكتور عصام الغالبي، وأنت تواق لإفادتنا بالمزيد. نعم، لذا إذا سمحت لي وسمح لي الحاضرون أدعوك أيضا لتحافل، لأن صميم حقيقة بحث الباحث الآن في صميم قضية عقائدية، وستكون هناك ورشة عمل بقضية عقائدية، موضوع عقائدي عن الإمامة في الاثنين القادم ضمن أسبوع الإمامة، 9 ليلا في مجمع الهادي عليه السلام تابع العتبة العباسية في الطابق 7. فلا بأس جناب الدكتور كن حاضرا مع مروياتك. نعم إن شاء الله بمروياتك، لأنها تسهم في إثراء الورشة بهذه المعلومات وبالروايات بالتأكيد التي تؤكد. الآن إذا كانت هناك مداخلة مع جناب الأستاذ الدكتور. بلي، تفضل الشيخ علي، الشيخ علي المالكي. حياك الله شيخ، مرحبا. تفضل الشيخ علي. بلي، أحسنتم جزاكم الله خيرا. تفضلت بأن الكتاب، وقلت أن الكتاب مردد بين، لكن لم تحدد أنت من مقصود من الكتاب ومن عنده علم الكتاب. يعني أنا لا أدخل لم تحدد. نعم واضح. واضح، يعني مسألة التفسير خاصة بأناس معينين، ولا أريد أن أجزم في أن الكتاب هنا. إذا قلنا إن علي عليه السلام، وربطنا الروايات المتعلقة بعلاقة الأمير المؤمنين بالقرآن الكريم، فهنا ستكون أو سيكون الكتاب أقرب معاني هو القرآن الكريم. هذه مسألة حقيقة يعني لا أستطيع الجزم بها، لأن هذه مسألة تفسير. تستدل ولست مفسر. هسه تقدر أنت، وأنت ذكرت تفاسير بالنسبة إلى موضوع من المقصود الذي عنده علم الكتاب، لكنك لم تذكر ماذا قال أهل التفاسير بخصوص الكتاب. جزاكم الله خير. أحسنتم، شكرا لك جناب الشيخ. شيخ علي، إذا كانت هناك مداخلة أخرى فضل أستاذنا العزيز. المايك بلا زحمة عليك سيد علي. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر الدكتور عصام كاظم الغالبي على هذا الطرح المائز والواعي حقيقة، لكن يعني عتبة البحث كانت ومن عنده علم الكتاب، يعني كان حري بالسيد الباحث أن يأخذ بأيدينا إلى توضيح أكثر لعتبة هذا البحث، قد تكون في ضوء المفسرين في تعدد الأوجه في هذا المجال. أنا كقارئ عندما أطالع هذه العتبة أتساءل بدءا عن معنى الكتاب، كما أشار السيد الدكتور مثلا قال تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال تعالى
ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه، وأيضا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. أنا أريد أن أفهم معنى الكتاب قبل أي جانب آخر. وشكرا جزيلا الدكتور عادل عبد مجيد الكركوشي قسم التربية والتعليم العالي العتبة العباسية المقدسة. شرفتم دكتور، شكرا جزيلا ولمداخلتك. إذا لم يكن إذا يسمح الأستاذ الدكتور أيضا راح يصير تساؤل وإجابة. أنا تساؤل لك وإجابة للجماعة، تسمح لي؟ بلي. أنا تساؤلي لسيد الباحث جناب الأستاذ الدكتور عصام الغالبي، هل أفدت من الآية الكريمة في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه لا يمسه لا يمسه لا يمسه إلا المطهر. لا بل يعني ميم مفتوحة والسين مضمومة. السين مضمومة بلي، ممكن غير مضمومة مشددة. ميم مفتوحة. لا يمسه إلا المطهرون. فهل أفدت من هذه الآية في بيان دعم رأيك في البحث؟ لا. وبالتالي ستجيب هذه الآية بالتحديد كما تفضل المداخل جناب الدكتور وجناب الشيخ أنه لتحديد معنى الكتاب. سيدنا إذا سمحتم لأن الوقت بلي. زين لا يسمح السيد داخل مسبقا نسمع مداخلة الأستاذ الدكتور هادي وبعد السيد الدكتور هادي. دكتور هادي سألها وزميلنا دكتور هادي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للأستاذ الدكتور على هذه المحاضرة القيمة، ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال أن الخلاف في هذه الآية يتعلق بمصداقها الخارجي، وهذا المصداق الخارجي اعتمد في تشخيصه على روايات، وهذه الروايات متعارضة، فبناء على القاعدة الأولية نقول بتساقط هذه الروايات، وبناء على القاعدة الثانوية راح نقول عند هذه الترجيح لذي المزية، فهل هناك مزية قرآنية في ترجيح أحد هذه الأقوال بعضها على البعض الآخر؟ شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور. الآن إذا السيد مرتضى شرف الدين بس أرجو بأقل الدقيقة بنص دقيقة قبل أن نذهب إلى ما تفضلتم به في من الاستدلال بصورة الواقعة. لقد استدل السيد دكتور بآية تنفع في سوق الآية باتجاه المقام، وهي آية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، حيث ذكرت في الروايات. إذا ربطنا بين الآيتين تذهب القضية بالاتجاه الذي تفضلتم به، وأما مع التعارض فالمزية وضحها السيد الدكتور تخيل فيما ظهر من الاضطراب في النصوص التي ذهبت باتجاه آخر كالمكية والمدنية كما ظهر في بعض المرويات. شكرا لك. شكرا لك سيدنا. شكرا لل هو مو سؤال عانك يعني، فقل له أهلا بناصرنا. شكرا لك. شكرا لك أستاذنا الدكتور. شكرا ممنونين. شكرا جزيلا.